صباح الخير مدام ندى، يعطيك الف عافيه بالاول. نحن بنعرف انه جهودكم كبيره ونشاطاتكم كثيره، ونحن بحاجه للاهتمام بالبيئه، ولكن المراه والبيئه كمان يعني هو من اختصاصكم حاليا، وخاصه نحن هلا بشهر المراه وبختامه في نشاطات كثيره. ونذكر كمان انه اليوم بالتحديد الساعه 8:30 وستطفأ الانوار والالات الالكترونيه جميعا لخفض نسبه الانبعاثات بالهواء ولو لدقيقه واحده. هي كل سنه عم بتصير، بتمنى انه اليوم الكل يشارك، لانه مش غلط انه بدقيقه واحده فينا نوفر كثير من الطاقه ونقدم لقدام اكثر واكثر بهذا التوفير بالنسبه لاستهلاك الطاقه. ما تنسوا 8:30 عشيه اليوم ساعه الارض مثل ما نقول، هيدا هو كلنا سوا رح نتشارك انه نطفي اجهزتنا الالكترونيه، تلفزيوناتنا، اللمبات، كل شيء، حتى البراد اذا كنتوا تطفوا ساعه البيت يعني لدقيقه واحده بس. صحيح. ثانك يو طبعا بالقلب المستشفيات ما فينا، ولا اللي عنده قوايل طبيه ببيته هيدا صار موضوع اخر. اكيد. نعم. هي المبادره حلوه. ست ندى يعطيكم الف عافيه. باختام هالشهر، حزب الخضر هو حزب بيئي بامتياز مثل ما بنعرف. بدنا نحكي شوي كيف تأسس الحزب ومن أي وقت بلشته. صحيح. هلا حزب الخضر بلبنان نحن من 10 سنين بلشنا. نعم. ولكن الأحداث بلبنان كانت في أولويات تانية، ما بنقدر نركز كتير كان على يعني بداية العمل طبعنا. ولكن الخضر بلبنان منهم أول خضر بالعالم، نحن موجودين من ضمن حلقة واسعة جدا يلي هي بتضم 92 بلد بالعالم. نعم. يلي فيهم أحزاب خضر، والأحزاب الخضر مهمتها أن تضوي على الملفات البيئية وتوضعها أمام الحكومات وتحطها عند أصحاب القرار، وأكيد إلى تعاطي كتير كبير بمشاريع وقوانين بيئية بتحمي البيئة من الجرائم يلي بترتكب بحقها، بحق البيئة وبحق الوطن والمواطن. صحيح صحيح. ولبنان أنت شايفه يعني قد إيه لبنان بعده لبنان الأخضر؟ ليك نحن صرنا دون يعني اذا ما نحكي بالغطاء الحرجي صرنا برقم كثير متدني، اذا عم نقول لازم يكون 20% تنكون ببلد طبيعي وعنده غطاء الحرجي الطبيعي، لانه هو كله هيدا بيرتد على صحتنا وعلى بيئتنا. لا نحن صرنا تحت ال 11% للاسف، وهيدا تدهور اجى بسرعه كثير بسبب الاهمال، بسبب الفوضى، بسبب عدم تطبيق القوانين. كلها هي يعني امور بتشجع انك تتسحر بالنهايه. وللاسف لبنان مسؤوليته منا بس على منطقته الجغرافيه، نحن مسؤولين تجاه الدول المجاوره لانه هن دول صحراويه. كل الغابات اللي نحن الموجوده بالسلسله الشرقيه تبعيتنا والغربيه هي بتحمي هالمنطقه الجغرافيه اللي على جوارنا. نعم. فأنا بشوف أنه مسؤوليتنا صار الكوكب لأنه عالم واحد، ولما بنحكي تغير مناخ ما بقى عم نحكي دولة ودولة، عم نحكي كل العالم مسؤول عن هالتغير المناخ يلي بده يصيب هيدا الكوكب. نعم. فمسؤوليتنا أكيد كتير كبيرة، ولازم نكون متحضرين لموضوع تغير المناخ، لأنه تغير المناخ قادم وحاصل وملموس، وعم نشعره نحن الفصول قدي صارت بعيدة. يعني ما بقى بتشعر بالصيف والربيع والصيف والخريف، خلاص بتجي صيف بيجي شتاء، بيجي صيف بيجي شتاء. ندى شو الفرق بين الجمعية والحزب؟ يعني وقت نقول جمعية الخضر أو حزب الخضر ليش؟ صحيح. ليك الجمعيات دائما الأحزاب بتنبثق وبتطلع من عمل مجتمع المدني، دايما هيدا الاطار نحن اللي بننظر له. نحن اشتغلنا كثير بالعمل المجتمع البيئي. لا. المدني يلي دايما بيكون محصور بمناطق كثير جغرافيه صغيره. ولكن لما بتحكي عمل حزبي وعندك ملف وقضيه مثل قضيه البيئه وقضيه الارض، صرت عم تحكي بنطاق الوطن ككل. فالعمل الحزبي بيختلف عن عمل الجمعيات. الجمعيات هي بتخلق احزاب، يعني دائما الاحزاب بتخلق من رحم الجمعيات نحن بنقولها. فاكيد في يعني تقارب ومقاربه للمشاكل
مختلفة. الجمعيات تنظر لها على صعيد يعني السعيد هلا يعني بالوقت الحاضر، نحن لا بنوضع استراتيجيات، نحن بنوضع خطط للمستقبل. هي حزب الخضر موجود بكل بلدان العالم، بكل العالم صحيح، بكل العالم، بس نحكي حزب هيك من دغري بتخطر على بالنا سياسي مش بيئه. صحيح، هي سياسي بيئيه. نحن لما بنقول حزب يعني يتعاطى السياسي، ولكن السياسي البيئيه ملفنا بيئي بامتياز، يلي هو بيطرح مع كل الاحزاب الموجوده عم تعاطى بالسياسي والموجوده بالحكم انها تاخذ ملف البيئه من اولوياتها. وقت موجود بكل العالم عم بصير في تبادل خبرات، تواصل، واخذ بفكره استراتيجيه غير دول بالعالم. اكيد اكيد، هيدي اهميتها. يعني هني بيعتبروا حالهم عائله وحده احزاب الخضر بالعالم. نحن كل 4 سنين بنلتقى بمؤتمر ضخم جدا، السنه رح بيكون بليفربول بانجلند، وبنتناقش وبنتبادل خبراتنا وبنحكي بشؤون الكوكب. يعني ما بقى فيك تحكي بس ببلد عن بلد، لانه كلنا عم ناثر على بعضنا. نحن لما بنشوف البحر المتوسط قد ايه عم يتاثر بالتلوث، نحن اللي عم نصب فيه كل زبلتنا وكل نفياتنا، هن بيتحملوا هيدا الموضوع وبيقولوا لنا انه الهبات والقروض اللي بتجي للحكومه اللبنانيه هي كرمال تحمي هالبحر المتوسط، و و و عده امور يلي نحن بنشوفها من تعديات على البيئه. ودائما بنعرف نحن انه قد ايه الدول بتمضي اتفاقيات، ولكن التحدي هو كيف بنطبق هالاتفاقيات وكيف نلتزم بهالاتفاقيات. طبعا مش فقط نروح نحضر مؤتمرات ونمضي. في عسلات مع اللي عم تعرضوا لهم مشاكل بالدوله؟ ليك على طول لا، التجاوب معنا نحن بنشوفه، ما حدا في قلنا لا، لانه اللي بنحكيه حقيقه بكون امور واقعيه وارقام، ما بنحكي عواطف. ما بقى صرنا يعني كل الاشخاص اللي بتتعاطى بالملف البيئي صار ملف علمي، ما بقى بنقدر نحكي بس عواطف. يعني بدك ترفقه بالارقام لحتى الحكومه تستجيب لك، ولكن الاولويات بغير مكان للاسف. الاولويات بغير مكان. بغير مكان. طيب في شيء عم نوضع قوانين جديده، تغيير قوانين بالنسبه للبيئه؟ اكيد اكيد. مثل شو؟ وين الاولويات؟ نحن بنعرف انه عندنا القانون حمايه البيئه، هيدا موجود بوزاره البيئه، رح يصير له اكثر من 13 سنه، من اصل 130 بند في عندنا 4 قوانين طبقوا يعني، وبعد ما عندهم مراسيم تطبيقيه لها. يعني بس واحد يفوت على وزاره البيئه قد ايه في قوانين مشغوله خلال هالسنين الماضيه، وقد ايه هي بتتعاون مع منظمات دولية، وقد ايه في اشخاص يعني بتساعد الحكومات من جهات مانحة، ولكن التطبيق مفقود بكل شيء. فنحن شو دورنا؟ نحن دورنا انه نضوي على هالنواقص الموجوده، يعني هالجابس الموجوده بالقوانين، نجرب نطورها لحتى تواكب الايام اللي نحن بنشوفها. يعني من زمان كانت مثلا الضريبه على قطع الشجره يمكن 100 ليره، نحن لا طورناها وصارت بال 100,000 ليره، وهلا عم نسعى تتكون 1,000,000 ليره، لانه اللي عم بيعمر وعم بيشيل اشجار بيقدر يدفع يعني ثمن الاشجار اللي عم بيقصهم، هو مجبور مجبور يعمر. وهيدا لتحسين الوضع البيئي يعني. صحيح. بتروح على وزارة البيئة يعني. صحيح. نعم. يعني وحتى الحكومة بكل برامجها وكل الأحزاب بكل برامجهم بحطوا نص عن البيئة، ولكن الضغط السياسي اللي موجود بالبلد، الوضع الأمني المحلي والإقليمي بتصفي البيئة من أولوية. وأنا برجع بشدد أنه البيئة هي يوميا نحن بنتعرض لمشاكل بيئية يلي بتأثر على الإنتاج الفرد، على صحته، على يعني الفاتورة الصحية بتخاف بمجرد ما نعطيها ونضيف ومي نظيفة وغذاء نظيف. يعني نعم. شو المطلوب أكثر من أنا بدي أشوف أنه هون مع مين بيصير تواصل، مع أي جهات معنية لوضع القوانين ولا تحسين الوضع؟ اكزاكتلي وين بتروحوا؟ بس وزارة البيئة ولا في؟ لا، عندك المجلس النيابي. ما في التشريع. نعم. بده يروح على المجلس النيابي. نحن بظرف 10 سنين قدرنا يعني ساهمنا بكتابة مشروع قانون للنيابة العامة البيئية، وبعد 4 سنين بالحكومة السابقة ومتابعة يعني لها تحولت للجان، اهتمت فيها اللجان النيابية وصار عندنا قانون، ما بقى مشروع قانون. وهيدي يلي بتعطينا ثقة انه متابعة الاحزاب لا مشاريع قوانين هي اللي بتحمي كل شيء بنبقى عم نسعيله. يعني بتحمي المرأة، بتحمي الطفل، بتحمي، بدك قوانين. نحن نؤمن بالمؤسسات، والمؤسسات
السياسات هي الحامية لهالشعب. فالمجلس النيابي هو مصدر التشريع ولازم هو يبت القوانين ويبت مراسيم تطبيقية لها، مش بس انه كتبنا قانون وانبسطنا، ما بدنا كيف يتطبق، التطبيق عم بيكون مفقود. تبقى التطبيق ومراسيم تطبيقية يعني وقت نكتب قانون، يعني شو العسرة اللي فيه اللي هو الميزانية؟ ليك مش كمان الميزانية هي بترتبط بهذا الموضوع، ولكن هي الأولوية الأولوية. يعني إذا بدي حط على الشجرة 100,000 ليرة إذا بدي، شو بدها؟ ما بدها شيء. شو وين الميزانية بالموضوع؟ ما بدها شيء، بالعكس يعني عم بفوتوا مصاري على الدولة. نعم، أصحاب الكسارات والمرامل يلي ما عم بيعطوا ضمانات للوزارة، ويلي ما بيدفعوا أجر ترميم الموقع يلي هن دمروه، طيب شو بدها؟ ما هيدي رسوم تدخل إلى الدولة وبتدخل إلى المساعدة، وأنه بيساعد لأمور تانية، لأن كان بيصير في مراسيم لغير قوانين. هي قوانين يعني نحن عم نضوي عليها ونحن عم نجرب نطورها، وهيدا دورنا كعمل يعني حزبي بيئي لحتى تكون ونضلنا نحكي فيها. يعني التغيير كمان ممكن يكون بأصغر التفاصيل، مثل ما عم نقول يعني تشجير البلد أو تحريش البلد. صحيح، اللي عم تقولي صار عنا أقل من 20% بكتير بالبلد، لازم يكون 20% ليكون شيء صحي لألنا وللبلاد المجاورة. طب هل بيصير في دراسة لهالموضوع حتى ما تصير الأمور فولكلورية؟ أكيد، لأنه نحن بمؤتمر تغير المناخ الحكومة اللبنانية ماضية اتفاقية، من ضمن الاتفاقية اللي ماضيتها إنها هي تزرع 40 مليون شجرة من هلأ لل 2050. وهال 40 مليون شجرة بدهم يزرعوا كل سنة على مراحل. ولكن نحن منقول بعد الخطة منا بعد واضحة كتير، عم نجرب إنه نسعى لحماية الموجود. لانه الزرع دائما بده بادجت وبده موازنه وبده يدخل فيها، ولكن من ضمن اجنده الحكومات كلها اللي بدها تجي ماضيه على اتفاقيات انه هي بدها تعيد تحريج لبنان وترفع نسبه التحريج من 11 ل 20% بفتره هال 30 سنه ان شاء الله. يعني اذا بتحكي بالبيئه يعني بتروحي من هون ما بتقعدي تخلصي. نحن عندنا غابات وعندنا محميات عن جد حرام يندقروا، وتلاقي حدا في كسرات وفي يعني مرامل. اخذنا الحديث لمواضيع كلها لانه قد ما فيها عم فيش خلقنا قصه البيئه، ونسينا نحن موضوعنا اليوم لازم نحكي انه كيف عم تشجعوا المراه لانه تشارك بكل هالمواضيع اللي هي عم تشارك فيهم فعلا معكم. ليك نحن عم اعطينا مثل بايلوت بروجكت، هيدا حزب الخضر هو نموذج لعمل حزبي ولا دور المراه في القياده. وانا كرئيسه حزب يلي صار لي 6 سنين فيه، وهلا اخر ترم لي يعني بيجي، وانا جيت بانتخابات واكيد وبدعم الرجل يلي موجود معنا بالحزب. فلا، دور المراه لازم المراه وجودها والمشاركه. نحن ما ولا مره بنفكر انه نعطي المراه دور ونلغي الرجل، لانه نؤمن بالمشاركه. زوجك وزوجتك هن شريك بمؤسسه يلي اسمها العائله، فدائما نؤمن بالمشاركه. بدنا مكان انه نحن نقدر نساعد بملفات هن حقيقه يمكن منهم اخذين اولويه، يمكن نحن بنقدر نساعدهم ونطور هذه الأفكار ونحط قوانين تحمي المرأة وتوضعها بمواقع السلطة. مش غلط، نحن عم نخصص كتير فقرات خلال عالم الصباح وخاصة يوم الخميس عن المرأة والكوتا اللبنانية. عن الانتخابات، عن كل يعني حقوق المرأة، عدم تعرض للعنف، كل الأمور عم نحاول قد ما فينا نطرحها كمان ومنشد إيدنا. هذه البرامج الإعلامية والبرامج التلفزيونية بتعطي المرأة ثقة وبتعطيها. أنا بدي أتشكرك، وبالفعل هذا الحزب بحاجة لإمرأة كاريزماتيك مثلك. واللي بيقدر كمان الكاريزما مهمة جدا لنقدر نحصل على أي شيء لمصلحة الحزب اللي عم يطالبه، خاصة إذا حزب بيئي مثل حزب الخضر. صحيح، يعطيكم ألف عافية مدام ندى، وثانكيو على هالمقابلة الحلوة وعلى هالكلام الحلو يلي قلتي. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم عالم صباح، بريك جدا قصير وبعدها بنعود للمتابعة. خليكم معنا، ما تروحوا المطرح. Thank you.